السلام عليكم مشاهدي قناة قوي عقلك. أخيراً تم العثور على سفينة سان خوسيه الغارقة بعد مرور 3 قرون على اختفائها، أو بالمعنى الأدق تم العثور على حطام السفينة وكنز بقيمة 22 مليار دولار من الذهب والزمرد والفضة. تم العثور عليه عام 2015 بواسطة آلة عالية الدقة. اكتشاف هذا الكنز صنع حماسة كبيرة لدى المؤرخين وعلماء الآثار. لك أن تتخيل أنه طوال 300 عام كان يبحث صائد الكنوز باستمرار عن هذا الكنز، ولكن المشكلة التي كانت قائمة بعد العثور عليه هي تحديد من لديه الحق في الحصول عليه. لكن الحطام كان في منطقة تعود للحكومة الأولمبية، وهذا يعني أنهم يستحقون الحصول على هذا الكنز. لكن هذا ليس يعنينا الآن، حيث إننا سنروي قصة غرق السفينة لنذكركم بها. في عام 1708 الملك فيليب الخامس أمر القبطان سان خوسيه بالإبحار بتلك السفينة من أمريكا الجنوبية إلى إسبانيا، وكانت هذه من أصعب المهمات التي قد يتحملها شخص ما، حيث إن القبطان كان يعرف أنه يبحر بكم هائل من المجوهرات، وهذا يزيد الأمر خطورة لكن غير مسموح له أن يرفض. وعندما وصلت السفينة قبالة ساحل كولومبيا اجتمع عليها الأعداء، حيث كان القراصنة والبحرية البريطانية في استعداد تام لإغراق تلك السفينة. وعلى الرغم من أن القراصنة تسببوا في إغراق 1000 سفينة أسبانية طوال 300 عام من حكم أسبانيا، فإن السبب في غرق سفينة سان خوسيه كانت البحرية البريطانية. على الرغم من محاولة القبطان حماية السفينة عن طريق عدم التوقف في قرطاجين لإصلاحها خوفا من وجود بعض السفن البريطانية هناك، فإنه لم يستطع الهروب من مصيره المحتوم. بدأ الهجوم بعد ظهر يوم 8 يونيو عام 1708، حيث أرسل البريطانيون مدافع تحت الماء، وما لبثت أن اشتعلت النيران في سفينة سان خوسيه، ووصل صوت الانفجار إلى أميال عديدة، ولم ينجو من طاقم السفينة المكون من 600 شخص إلا 11 فردا فقط، وغرقت السفينة مع 11 مليون قطعة من الذهب والفضة في قاع المحيط. لم تبعد السفينة من قرطاجنة سوى 25 كيلو مترا فقط عندما حدث الهجوم، وظل الكنز في أحضان المحيط تغدو عليه الأسماك وتروح دون أن تلقي بالا لتلك الأشياء اللامعة، فهي لا تحتاج إلى المال لتحصل على الطعام الذي هو كل ما تبحث عنه في الحياة. إذن كيف تم اكتشاف ذلك الكنز؟ في يوم 27 نوفمبر عام 2015 عثر رسميا على حطام هذه السفينة، ولم يتم ذلك بواسطة البشر ولكن عن طريق معدات عالية الدقة تستطيع الغوص في الأعماق والبحث عن الكنوز، والتي تم جمعها في غواصة آلية باسم ريموس، وهو اسم يطلق على أي روبوت يستطيع السفر تحت الماء دون الحاجة إلى مدخلات من المشغل. وما إن وصل الروبوت إلى القاع التقط صورا كثيرة وقام بعمل مسح للقاع أيضا، ومن بين هذه الصور كانت هناك مفاجأة، حيث رأى الباحثون مدافع برونزية من ضمن الأشياء، وهذه كانت علامة تؤكد بأن هذا الحطام يعود لسفينة سان خوسيه. وهم لم يكونوا متأكدين في البداية لأن المحيط يحتضن آلافا من حطام السفن، لكن المدافع كانت أكبر دليل. العمق الذي كان عليه الحطام كان 1000 قدم في مكان ما بالقرب من جزر روزاريو في كولومبيا، وكان على بعد حوالي 40 كيلو مترا من قرطاجنة. مهمة العثور على هذا الكنز كانت عملية مشتركة بين مؤسسة وودز هول والبحرية الكولومبية ومعهد الأنثروبولوجيا والتاريخ الكولومبي أيضا. ألا تعتقدون أن الأمر يستحق؟ كيف؟ وهذا الكنز المكمور تحت الماء من قرون يساوي هذه الأيام 22 مليار دولار. ولا شك أن التكنولوجيا خدمت البشرية وستخدمها في كثير من المجالات في الحياة، واكتشاف هذا الكنز واحد من تلك الخدمات التي لا حصر لها. فلولا وجود تلك التقنية الموضوعة في الغواصة الآلية لظل هذا الكنز لغزا إلى أجل غير مسمى. ربما تتساءلون ما المميز في هذا الجهاز؟ ولماذا لم يستطع أحد من الغواصين أن يعثر على هذا الحطام؟ إليكم الإجابة. في البداية هذا الروبوت يستطيع تحديد أماكن الأشياء بواسطة جهاز السونار بعيد المدى الملحق به، وهذا يجعل المهمة أسهل. لا يستطيع أي غواص أن يمكث تحت الماء وفي الأعماق بشكل خاص لمدة 22 ساعة، لكن الروبوت يفعل ذلك، إضافة إلى أن هذا الروبوت تم تصنيعه من مادة التيتانيوم ليتحمل ضغط أعماق البحار.
لا عجب أن تكلفته كانت 5 ملايين دولار، ولم يكن هذا الاكتشاف الوحيد لريموس 6000، حيث إنه عثر على واحدة في بحر الفلبين في عام 2017. أما عن مواصفات ريموس 6000، فهو يزن 862 كيلوغراماً مع طول يقدر ب3.84 أمتار. يحتوي على محرك قوي ومروحة قوية ذات شفرتين تجعل سرعة الغواصة تصل إلى 5 عقدات، كما أنه لا يمكن فقدها في الماء، فهي مصممة بتقنية الانطلاق والعودة في وقت محدد، وفي حالة حدوث أي عطل في الغواصة يستطيع المشغلون معرفة موقعها بكل سهولة. لم يستخدم ريموس 6000 أو الغواصة الآلية في البحث عن الحطام فقط، بل قام العلماء باستخدامه في علم الأحياء البحرية وعلم المحيطات الفيزيائية، فهي أداة علمية في غاية الأهمية، لكن هذا لا يمنع وجودها في التطبيقات التجارية والدفاعية، مما يجعل سعرها مرتفعاً جداً حيث يصل إلى 2.3 مليارات دولار في السنوات القادمة. نأتي الآن إلى السؤال المهم، ألا وهو من سيحصل على هذا الكنز؟ في عام 1981 ادعت شركة جواكامور أنها عثرت على الحطام، وعقدت صفقة مع شركة إنقاذ لاستعادة الكنز الغارق، وقالت الشركة إنها ستعطي الحكومة الكولومبية 35% من الكنز. وعلى الرغم من أن هذا اتفاق جيد، فإن الحكومة الكولومبية رفضته بشدة. ليس هذا فحسب، بل إنها رفضت إعطاء الإذن لبدء عملية الإنقاذ. بعد ذلك أعلنت كولومبيا أن مكان الكنز لم يكن محدداً، وجاء القانون ليعطي كولومبيا الحق في الحصول على الكنز بالكامل الذي يتم العثور عليه على سواحلها، لكن القانون الجديد ينص على إعطاء فرقة البحث جزءاً من هذا الكنز، وتم تقديره ب302.5 مليون دولار، هذا بحسب أسعار العملات في ذلك الوقت. لكن فريق الباحثين لم يكتفي بهذا المبلغ، ورأى أنه زهيد بالنسبة لقيمة هذا الكنز العظيم والمخاطر التي سيكونون فيها، فرفع دعوى قضائية على الحكومة الكولومبية عام 1989، وقامت الحكومة الكولومبية برفع قضية ضد الفريق أيضاً، وتم التوصل إلى تقسيم أي كنز بين الحكومة الكولومبية وفرقة البحث أو المستكشفين. إذا كنت تعتقد أن الأمر انتهى، فنحن آسفون لإخبارك بأنك مخطئ، حيث طلبت إسبانيا من اليونسكو المشاركة والإشراف على موقع سان خوسيه، وتدخلت الولايات المتحدة بطريقة ما أيضاً، وازداد الأمر تعقيداً ولم يتم إخراجه من الماء. وفي عام 2019 كانت الحكومة الكولومبية على وشك توقيع صفقة مع شركة خاصة لإنقاذ السفينة، لكنها لم تتم. الهدف النهائي من إخراج هذا الكنز هو تشييد متحف في قرطاجنة باسم متحف جاليون الإسباني، ويتم وضع جميع المجوهرات التي ستخرج من هذا الحطام، ومن يدري، فلعل هذا اليوم يأتي وتكون أنت يوماً ما داخل هذا المتحف تستمتع بمشاهدة هذا الكنز العظيم. حتى يحدث هذا، ستعيش المخلوقات البحرية بجانب هذا الكنز دون حتى أن تنظر إليه. هذا كل ما لدينا عن تلك القصة الشائقة. شكراً لكم على المشاهدة، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة ومتابعتنا من أجل المزيد. نراكم قريباً.